سهر يا صيف وغني غني مواعيد جبلي من لون خدودة نغمات العيد سهر يا صيف وغني غني مواعيد جبلي من لون خدودة نغمات العيد سهر يا صيف وغني غني مواعيد جبلي من لون خدودة نغمات العيد سهر يا صيف وغني غني مواعيد جبلي من لون خدودة نغمات العيد سهر يا صيف وغني اعمل لك فستان وتنورة حلوة حمرا كلها ألحان سهر يا صيف وغني اعمل لك فستان وتنورة حلوة حمرا كلها ألحان خبي لها شي ورد وشال واسرق لها من الفل الجبال خبي لها شي ورد وشال واسرق لها من الفل الجبال إن شاء الله تبقى على الحال يا قلبي بليالي العيد سهر يا صيف وغني غني مواعيد جبلي من لون خدودة نغمات العيد سهر يا صيف وغني غني مواعيد جبلي من لون خدودة نغمات العيد سهر يا ورد الجوري ونور نوار وحط المرجب مرجوحة وقدمها غمار سهر يا ورد الجوري ونور نوار وحط المرجب مرجوحة وقدمها غمار وعلي صوتك بمواويل وخبي ليلك بشدادين علي صوتك بمواويل وخبي ليلك بشدادين وضيع نورك بالناديل وارجع غني لمن بعيد سهر يا صيف وغني غني مواعيد جبلي من لون خدودة نغمات العيد سهر يا صيف وغني غني صباح الخير لكل المشاهدين الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد ان شاء الله اليوم يكون خير على كل الناس يعني حديث الناس من الصبح غلاء البنزين بدنا نتحمل ونقول ان شاء الله اللي جاي احسن وان شاء الله يا رب هيك بتنفرج على كل الناس يا رب ويضل عنا امل بقلوبنا انه اللي جاي احلى واللي جاي احسن وهيك يضل عنا هذا الايمان جواتنا يسعد صباحكم بأقل وجع صباح الخير وصباح الخير يا ميسان يسعد لي صباحك وصباح الخير لجميع مشاهدي الاخباريه السوريه، يمكن هي الظروف الاقتصاديه اللي عم نعيشها صعبه كثير علينا، صعبه على كل واحد فينا، عم نعاني منها، مانا سهله ولكن بلحظه من اللحظات بدنا نحاول انه نحن نتاقلم معها بطريقه او باخرى، عسى ان يكون هناك فرج قريب يا رب، يمكن ليا كمان بدنا نقول شغله، اليوم صحيح غلي البنزين، في غلا بكل الاشكال والغاز ولكن لازم يكون في يمكن لحظة محبة بين الناس صحيح. يعني نطلع مع التاكسي رغم معه حق أكيد بدنا نقول أنه غلي البنزين ولكن بصير الاستغلال دبل وأضعاف مضاعفة لازم نوقف مع بعض الله يعين العالم ولكن لازم الضمير يضل الضمير شغال الضمير يكون شغال ونوقف جنب بعض لأنه كل واحد فينا عنده ظرفه الصعب وظرفه المعيشي القاهر لهلأ رح نروح على فاصل ونرجع على بلش فقرات برنامجنا الصباحية لليوم الأرض ما في منها الواحد تعب فيها ما بيقدر أرضك عرضك صون أرضك صون عرضك يا ابني بلادك جنة الإنسان صوتك يا بلبل ضل غنيها كل ما اشتغلنا بالارض كل ما طلع نفسي احسن ما بين الورد والريحان وحكايتك لسان يحكيها بالله اليد الكاذها والعامله في هذا البلد بلادك جنة الانسان صوتك يا بلبل وإن شاء الله الله هيك بيحملنا بلدنا ووطننا وأرضنا هي الأرض الحياة ومثل الأم وأكثر من كل شيء أرضك لابنك بس خليه
يعني ميسان رح يكون عنا كثير من الفقرات يلي بتهم الناس. رح نحكي اليوم بفقرة الطبيب، رح نحكي عن أمراض الجلدية المزمنة يلي ممكن النفسية منها تكون، النفسية هي بتأثر على الجلد، وعديد من المواضيع الثانية أكيد لكل اللي جاي عنده الكهرباء وعم يتابعنا. نرجع نقولكم يسعد صباحكم، ونحن متابعين أكيد بصباحنا لليوم. هلا وين نروح؟ اما هلا دائما بيصير احداث ممكن بتتخلد بذاكره الايام، بذاكره التاريخ ليا، هي الاحداث دائما بنتذكرها. رح نروح شو نعرف شو صار بمثل هذا اليوم بالماده التاليه. اليوم 16 اذار، كثير من الأحداث التي سجلت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. عام 1521 فرناندو ماجلان يكتشف الفلبين. عام 1939 ألمانيا النازية تحتل تشيكوسلوفاكيا في الحرب العالمية الثانية. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1789 جورج سيمون أوم عالم فيزيائي ألماني، وعام 1859 ألكسندر بوبوف فيزيائي روسي. ومن الوجوه اللي غيبها الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1940 سلمى لاجرلوف كاتبة سويدية حاصلة على جائزة نوبل في الآداب عام 1909. وعام 1945 معروف الرصافي شاعر عراقي. هي أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هذا اليوم 16 آذار. نهاركم سعيد. كثير من المعلومات بنعرفها وكثير من المعلومات ما بنعرفها، خلينا نروح نتعرف عليها بفقرة هل تعلم؟ معلومات كثيرة بنتعرف عليها بيومنا ومعلومات بنعرفها ولكن بنحب نتذكرها. هل تعلم أن عدد عظام الإنسان عند الولادة هو 270 عظمة؟ ثم تلتحم ببعضها فيصبح عددها 206 عظمة عند الإنسان البالغ. هل تعلم أن الأطفال يرمشون بما معدله 5 ملايين مرة في السنة؟ هل تعلم أن استخدام المطهرات المضادة للبكتيريا أقل كفاءة من استخدام الماء والصابون في قتل الجراثيم؟ هل تعلم أن سرعة نمو الأطفال في فصل الربيع أكبر من غيرها في الفصول الأخرى؟ وهل تعلم أن الماء أحد العناصر الجمالية التي ينصح بها خبراء الجمال والبشرة لأنه يجعل الخلايا الجلدية حية طوال الوقت ويقلل من نسبة خلايا الجلد الميتة؟ يعني ليا من المعلومات يلي هلأ مرقت أنه هل تعلم أنه المطهرات هي أقل كفاءة من الماء والصابون؟ بفترة الفيروس كورونا أكد كل الدراسات أكدت والخبراء وكلياتهم أنه أكثر شيء بيقتل الجراثيم والفيروسات من على الإيدين هو والأسطح كمان، هو أكثر شيء على الإيدين هو غسل الإيدين بالماء والصابون، وأنه كان أنه الغسل لازم يستمر لعشرين ثانية وبالماي فاترة تماماً مي فترة لحتى هي تقضي على كل الميكروبات والجراثيم الموجودة عليها. تعليقا على هذا الحديث بدنا نقول لكل الناس عن جد لازم انه نحن يعني نكون اكثر وعي ونرجع ناخذ احتياطاتنا وحذرنا لانه موجة جديدة. بناء على تصريح جميع الاطباء السوريين في موجة جديدة واعداد هائلة من الناس المصابين بكورونا المستجد فيروس كورونا، يعني عم يكون ببعض الأحيان قاتل لجميع الفئات العمرية. ما بقى في دراسة وحدة فقط، عم يكون كل يوم عم يكون في دراسة طبعا لأنه هو فيروس مستجد. لازم ننتبه على حالنا، لازم ننتبه على أولادنا لأنه بالموجة الجديدة عم يقولوا
بناء على الأقاويل أنه الأطفال أيضا عم ينصابوا، بدنا نكون أكثر وعي ونحمي حالنا إن كان بالكمامة، إن كان بالنظافة الشخصية، وإن كان بالتباعد الاجتماعي قدر المستطاع. لازم نحمي حالنا لنحمي عائلتنا لنحمي وطننا يلي هو عن جد بحاجة لنا، بحاجة لصحتنا، بحاجة لمحبتنا، بحاجة لضميرنا الحي. يعني للأسف ليا أنه الشعب السوري بشكل عام هو شعب محب للحياة، ولكن للأسف أنه عم ينعكس هذا الشيء بموضوع فيروس كورونا بشكل سلبي، أنه بيحبوا أنه معلم نجتمع، يلا معلم نطلع، يلا لا، في لحظة أنه فينا نجتمع، بس فعلا أنه نكون نحن عم نستخدم الإجراءات الاحترازية عم نتبعها لحتى نحمي نفسنا، ما كتير نتهاون. هو عن جد ما نو قريب، في كتير عالم أصيبوا وخبرونا وحكولنا عن تجاربهم مع فيروس كورونا بأنه هو ما كان قريب وإنفلونزا مارقة عادية، وإنما إلى آثار الجانبية يلي بتستمر لبعض الإصابة بفيروس كورونا وبتنعكس بشكل سلبي جدا على صحة الجسم. أما هلأ لمن رح نروح عليها؟ هلأ خلينا نروح ونتابع مع بعض المتحف الوطني بالتقرير التالي ضمن الفواصل يلي بتحكي عن جمال الشام وجمال سوريا. خلينا نتابعها بهالمادة التالية. المتحف الوطني أقدم المتاحف على المستوى العربي وأكبرها وأشهرها بأقسامه، لذلك ينظر الباحثون من العرب والأجانب على أنه مرجع توثيقي تاريخي وحضاري على مستوى منطقة الشرق الأوسط. تميز متحف دمشق الوطني بإعادة بناء ما تبقى منه من مبان أثرية سورية داخل المتحف، أهمها واجهة قصر الحير الغربي، فالزائر يفاجأ عندما تبدأ زيارته للمتحف بمواجهة قصر الحير الأموي الذي يعود إلى الخليفة هشام بن عبد الملك عام 727 ميلادية. إعادة بناء المدفن التدموري المليء بالتماثيل النصفية الذي يعود لأسرة يرحال التدمورية ويعطي فكرة عن طقوس الدفن لدى التدموريين. الكنيس المحلي المزين باللوحات والرسوم كما في كل المباني السورية القديمة وجد في مدينة دورا أوروبوس على نهر الفرات، ويتميز برسومه الجدارية الرائعة التي تعود إلى حوالي العام 246 ميلادي. القاعة الشامية التي أعيد بناؤها وهي منقولة من حي الحريق الدمشقي ومن قصر بيت مردنبك، وتعود هذه القاعة إلى القرن 18 الميلادي. أقسام المتحف: أول أقسام المتحف هو قسم عصور ما قبل التاريخ، وهو يضم آثاراً مهمة تبدأ من نحو مليون سنة قبل الميلاد وحتى ظهور الكتابة، ويجد زائر هذا القسم آثاراً لبدايات الحضارات وكيف استخدم الإنسان البدائي الأحجار كأدوات، ومن ثم كيف بدأ تطويع هذه الأحجار ليجعلها مفيدة في أعماله كالمطارق والمثاقب وغير ذلك. القسم الشرقي، القسم الثاني، هو قسم الآثار السورية الشرقية القديمة، ويضم الآثار التي تعود للفترة منذ بداية ظهور الكتابة وحتى مجيء الإسكندر المقدوني إلى الشام، ويضم هذا القسم روائع آثار الحضارة الكنعانية القديمة المكتشفة في أوغاريت، وأهمها الأبجدية التي تعتبر أول أبجدية عرفتها البشرية بعدما كان الإنسان يكتب بواسطة الصور، واختصر هذه الصور فجعل منها أبجدية وهي محفوظة برقي يمطيني في هذا القسم. القسم الثالث وهو قسم الآثار السورية المحلية، وهذه تعود إلى عهود اليونان والرومان والبيزنطيين، ويضم هذا القسم آثار مدينة تدمر التي كانت على طريق الحرير، فثمة منحوتات وتماثيل تدمرية لرجال ونساء مزينات بالحلي، وهناك بقايا المنسوجات الكتانية والحريرية والصوفية التي اكتشفت في مدينة تدمر وكانت تشتهر بها الحضارة التدمرية. القسم العربي الإسلامي في المتحف قسم غني جدا تبدأ معروضاته منذ عهد الأمويين، ومنها واجهة قصر الحير الغربي وخزف الرقة التي كانت عاصمة الخليفة هارون الرشيد، وفي هذا القسم قاعة المخطوطات التي تعرض فيها أروع المخطوطات العربية وأهمها مخطوطة أبو قاسم الزهراوي وتعود للقرن 11 الميلادي، ومخطوطة القانون لابن سينا. القسم الأخير قسم الفن الحديث، وأخيراً يعرض في قسم الفن الحديث أجمل ما أبدعه الفنانون المعاصرون من لوحات فنية ومنحوتات،
فهناك تماثيل لعباس بن فرناس والجاحظ. ليا يعني نحن قرب عيد الام وعيد المعلم رح يصادفوا يعني ومرق عيد المراه تمام مرق عيد المراه كل عام وكل الامهات والنساء السوريات بالف خير وكل عام وكل المعلمين والمعلمات السوريين ان شاء الله بالف خير. يعني بمناسبه عيد الام وعيد المراه اقيم بدار الاوبرا احتفاليه ست الكل. هي الاحتفاليه وتفاصيلها رح نتابعها مع زميلتنا ريم سليمان. زمان سهرتي وتعبتي ووشتي من عمر ليالي لسه قربي دلوقتي تحملي الهم التالي زمان سهرتي وتعبتي ووشتي من عمر حبينا نحن نكرم الأم السورية بعد الظروف اللي مرقت فيها، وحابين كمان نكرم الوجوه الفنية من الفنانات القديرات والوجوه الإعلامية، وحابين كمان نكرم الأم يلي أنا بشوفها المرأة القيادية. تكريم لكل حدا تعب وبده يتعب وبده يشتغل لهالبلد الحلوة اللي هي سوريا، سوريا الياسمين، سوريا دمشق. لحنا اليوم اخترنا التكريم لقامات تعبت لتضحك العالم، لتبسط العالم، لتسعد العالم على الشاشات الفضائيات بالكامل وعلى حتى القنوات الأرضية بسوريا، واخترنا أغاني تليق فيهم، تصنعت لهم مو لصيغة تنباع قد ما هي صيغة أنه تنسمع وتخص الأم بالذكر. هذا التكريم أنا بعتز فيه لأنه إجا من شخص أو شركة أو مجموعة شباب بحبوا هالبلد، يعني يعملوا هذا التكريم للفنانين ولبعض الأشخاص بأنه لسه سوريا بخير. فأنا هذا الشيء بيسعدني جدا أني أنا أكون معهم، لأنه بعرف أنه هذا الحب من قلبهم مو لأي شيء تاني يعني. وبتمنى بأنه كل إنسان بيقدر يفتح مجال لأنه سوريا تطلع مثل أول وأكثر بكثير من أول، وتنجح وتكون عبرة لكل بلاد العرب أنه نحن بعدنا عايشين، نحن موجودين وما زلنا ورح نضل طول عمرنا رافعين راسنا. كثير شيء حلو، يعني ما في أحلى من شعور الأم يعني، والأم شغلة عظيمة، وخاصة إذا كانت يعني التربية بالنسبة لها هي رسالة، يعني دائما هي مسؤولية، التربية مسؤولية، يعني لازم نحن كثير نعتني بهذا الجانب ونحرص انه يكون الجيل القادم هيك مربى صح. بقول للامهات ان شاء الله كلهن كل سنة وهن سالمين، ما فينا يعني اذا بدنا نقول لهم بدنا نكتب صفحات كثيرة. الام ما في شيء، ما في شيء بيعادل حسة، حنانة، عطفة، رعايتها، ما في شيء بيعادله ابدا. عديت أيام وشهور وسنين وعياد، عديت أيام وشهور وسنين وعياد، ومحروم شفتك يا أمي غصب في العياد. الأخت والخي والضنا ما شفتهم من عياد، ومجروح وقلبي ملوع عليك يا وطن، مجروح وقلبي ملوع عليك يا وطن. يا رب
يا رب ترجع المحبة للأخوة بهالوطن، ويرجع كل مغترب بيحب هذا الوطن، كل مغترب بيحب هذا الوطن، وترجع المحبة والفرح والزغاريد بالعياد. لا وصلنا لفقرتنا الأولى، ورح نحكي عن موضوع كتير مهم بخص كل الأشخاص يلي عم يعانوا من كل شيء بيتم اختراقه، حساباتنا على الكمبيوتر أو حساباتنا على الفيسبوك وغيره. يعني كثرت في الآونة الأخيرة ما يسمى باختراق أمن المعلومات، سواء بيانات لكمبيوتر أو التطبيقات أو الشبكات. شو هي أنواع هاي الاختراقات؟ كيف ممكن نحمي بياناتنا وأجهزتنا من الاختراقات؟ معنا الدكتور المهندس عمار دلول. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. كيفك دكتور؟ تمام. بالبداية خلينا نحكي على شيء عم يعاني منه أغلب الناس بالوقت الحالي، وليش بالوقت الحالي، هو اختراقات الحسابات على السوشيال ميديا. كيف بتم اختراقات هالحسابات، وليش دائما الأشخاص المشهورين لاقين منزلين، أو هن الأكثر يعني ناس أكتف على السوشيال ميديا منزلين إنه انتبهوا في اخترق حسابي، راح حسابي، ليش وليش بهي الفترة تحديدا؟ حقيقة هي أي اختراق أمن معلومات 80% من أسباب الاختراق بيكون نحن فاتحين أبواب خلفية ما يدعى باك دورز بحساباتنا، أو ممكن نحن نستعمل ملفات بحساباتنا تخلي اللي مخترق يقدر يوصل بطريقة ما، لا يقدر يوصل شيء لأجهزتنا إن كان أجهزة موبايل ولا كمبيوتر، من خلاله يقدر يعمل باك، يعني يقدر يعمل ياخذ الباسورد أو يقدر يفوت على الحساب أو إلى آخره. شو هي الملفات عفوا اللي بنكون مستخدمينها؟ عادة ممكن يكون في شيء نوع من أنواع السكريبت، يعني عمليا كود برمجي بينرسل على شكل ملف، يمكن يكون قايلين لحدا انه استلم مني هالصوره، فيه ما بعرف شيء، استلم مني هالملف، فيه شيء، شوف مثلا فيديو معين فيه هالشيء، بيكون ضمن فيه سكريبت برمجي. السكريبت البرمجي لما بستلمه انا من خلال انبوكس السوشيال ميديا، او من خلال حقيقه مثلا لو فرضنا بايميل او باي طريقه وسيله تواصل، بيز واتساب اذا كان عندي موبايل او شيء، وافتح هذا الملف يشغل نوع من انواع، يعمل اكزكيوشن او يشغل نوع من انواع السكريبت البرمجي اللي يقدر يخلي في ثغره من خلاله يقدر هذا الشخص يتواصل ما يدعى ببورت او بوابه معينه او شيء معين ليدخل ياخذ داتا من عندي او يقدر يخترق الحساب. ف 80% منها بتكون حق اول شيء مبلش من عندي انه عم بفتح اشياء ما بعرفها. تمام. هلا ليش الفانز بسموهم فانز وما بعرف اشياء وبلوجرز وهيك اكثر بيفوت بيعانوا من هالقصه؟ اللي عندهم فانز كتير او البلوجرز بيعانوا هالقصه لانه بيقبلوا مين شو ما كان، يعني مثلا غالبا شو بيصير في حدا معروف فبيروح عاده مين ما بعت له اي شيء، طلب صداقه، قصه بابليك كتير، فهون هو عرضه انه كتير في عالم ممكن تبعت له اشياء كونه عنده بي ار اعلى بكتير خلينا نسميه، او خلينا نقول عنده تواصل مع كتير عالم، وهذا ويروح يفتحها او يستعملها او يضغط على رابط معي. بجوز مثلا يجي حدا يقول له انا ما بعرف فوتوغرافر وعامل لك صوره مميزه ما بعرف اشياء ما بعرف، تمام، يروح هو يحس انه شغله ايجابيه من حدا من المعجبين، يفتح هي القصه يكون في بقلبه شيء سكريبت شيء يمكن يصير في عمليه اختراق. فعمليا اذا بنحس انه نحن اغلب عمليات الاختراق هي بتجي
من عدم خلينا نقول معرفة الاند يوزر او المستخدم تمام بآلية امن المعلومة. هلأ فيسبوك وانستغرام ما بعرف اشياء دول السوشيال ميديا في عندهم اشياء كتير مهمة انه سهلوا على المستخدم انه ما ضروري واحد مثلا شخص طبيعي يكون بيعرف كل شيء له علاقة بالسيكوريتي تبع الامن المعلومات والى اخره. فراحوا عملوا نوع من انواع البوليسيز. فمنلاحظ بالفيسبوك مثلا من فوق بيقول لك عندي بوليسيز للسيكوريتي اللي هي عمليا نوع من انواع الامن للحساب وعاملهم تحت شو تحت كاتيجوريز. بيقول لك والله انت بدك ما حدا يقدر يفوت على ما بعرف على الجروب بدك تعليقاتك ما تظهر ما بعرف وين بدك. وبالتالي شو عم يعمل حدد كثير تماما للاند يوزر المستخدم مثل اي مستخدم طبيعي يقدر يحدد هاي القصص ليخفف الاختراق. نعم. هلا دكتور بدنا نسال سؤال. هلا كثير في درجه انه لازم نفتح كاسر بروكسي او شيء في بي ان وهذا الشيء يمكن كثير عم يسبب نوع من الاختراقات هيك الناس بيحكوا، لها علاقه ولا ما لها علاقه؟ هلا ليك شو نحن عاده لما عم نفتح في بي ان او شيء عم نتواصل مع سيرفر خارجي يا اما من خلاله قناه نطلب منها من خلالها المعلومات الداتا اللي بنها على الانترنت. يعني احنا بس نفتح في بي ان او كاسر بروكسي هو جهازنا خلص صار مباح الى ناس هلا او سيرفرات خارجيه. هو عمليا ما مباح بس اللي بيصير لما انا ربطت على سيرفر خارجي من خلال قناه مفتوحه فعمليا كل شيء انواع سكيورتي كانت عاملتها المزودات اللي بالنص يعني المخدمات اللي بالنص خسرتها. يعني مثلا خلينا نقول مثال شبكة سوريا اتصالات مثال عندهم بروتوكولات معينة بتحمي منها المستخدمين الانترنت اللي داخل سوريا من اشياء معينة تمام ضمن تأسيس الشبكة السورية. ولكن لما انا عملت هاي الفي بي ان وصلت على سيرفر يمكن موجود مربوط بطريقة برا ما انا محمي هون صرت انا عرضة انه يكون في عندي يعني نسبة الاختراق اعلى بسبب هالموضوع. زائد اليوم السيرفر هذا الخارجي كونه هو مستعمل من كثير عالم فمعلوماته معروفه عم بحكي على مستوى عنوانه على الانترنت اللي هو الاي بي تبعه والى اخره. فغالبا المخترقين او اللي بسموهم لهم علاقه بموضوع الهاكينج فهدول اي بيات مباحه متاحه معروفه فبيعرفوا مسبقا انا مثلا بدي اعمل عمليه اختراق بعرف انه هذا السيرفر عليه في بي ان كثير عالم حتتواصل معه فانا ححاول استهدف هذا السيرفر لانه حقدر من خلال اوصل يمكن ل 10,000 موبايل. بس في كثير عالم ما بتعرف انواع الفي بي ان اللي عم تفتحها وخاصه يعني ما بدنا نحدد انواع موبايلات، انواع كثيره من الموبايلات في اعداد هائله من الفي بي ان ويمكن نحن بنفوت على الاسرع على الاقوى على اللي نازل هلا العامل تحديثات اسرع بس ما بنعرف هو شو مخاطره نحن كيف بده يكون عندنا المعرفه انه هذا فينا نفوت عليه ولا لا وباسماء دول عالميه يعني. صحيح. اول شغله حتى الموبايلز اليوم صار لهم نوع من انواع البرمجيات اللي هي بتعمل انتي سبام وانتي فايروس اللي مثلا مثل شيلدز وقصص والى اخره نورتون والى اخره. بغض النظر عن هالبرمجيات اللي ما بينزلها انا اذا استعملت في بي ان او استعملت شو ما بدي لازم اكتفي بالاشياء اللي انا مستهدفها. مثلا يعني اذا فتحت في بي ان عم طلع لي دعايه لعبه مثل اكيد ما لازم افتح لها الدعايه بجوز هي الدعايه هي فعلا دعايه كاندي كراش ولكن في من الباك اند في وراها شيء عم يشغل لي اياه بالموبايل. فاذا بنلاحظ نحن بالموبايلات وخاصه اللي بتدعم الاندرويد بنلاحظ انه اغلب المشاكل بتصير بالاندرويد بعد ما افتح كذا رابط الدعايات طلعوا لي بتبلش بقى دعايات قصص 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 وهون بيكون معناتها هو نزرع بقلب الموبايل شيء انجن عم يروح يعمل كل ما يطلع اونلاين يعطي نوتيفيكيشن لشيء معين عم يبلش يزت لي هالبوب اب. طيب عندنا موضوع ثاني اللي هو على الفيسبوك غالبا بيظهر تبع انه اكتشف شو مخبت لك سنه 2020 حظك 21 خلصت 2021 انا استعدتي مع الاول 2020 قصدي بشكل عام يعني هي السنه شو مخبيت لك حظك مدري شو برجك مع مدري مين هدول كم ولد بده يصير عندك هدول الالعاب وفي كثير عالم بتفوت واحيانا بتلاقي انه الول تبعنا انطرش كل العالم فايته وعم تشوف هذا الموضوع. هذا شو سلبياته وهل ممكن ياثر؟ خلينا نقول اول شيء ليش بيصير يعني تمام. اول شيء وقت واحد بيجي بيعمل برمجيه لتعمل شيء مثل بريدكشن يعني تنبؤات والى اخره وتنزلها بكونكشن على الفيسبوك
يعني تقدر من خلال فيسبوك تستعمله. غالبا بيكون هذول العالم بدهم يعملوا نوع من انواع الماركتينج على ابلكيشن معينه يعني تسويق، ولكن برا ملاحظه اكثر من سوريا لانه شركات تسويق على الانترنت موجوده، او بده يكون يعمل نوع من انواع الاحصائيات. فغالبا هذول البرمجيات ما بتكون معموله من اشخاص بروفيشنالز يعني من عالم مرتب، ولكن فيسبوك ليربطهم اصلا بيعمل نوع من انواع السكيورتي، فهي نوعا ما ما انا سيئه يعني ما انا كثير مو ما ممكن يكون سبب للهكا. بصير ما بيفوت عليها منا بيصير بيوصل لاشياء بعدها، فبيلاقي فتح موقع المدري شو تبع البرودكشن طلعت له قارئه الفنجان وما بعرف شو صار، طلعت له ضيعتي تمام. هون بلشت بقى المشاكل وبلش يصير في اختراقات وبلشت تنكسر السكيورتي والى اخره. نعم. دكتور عمار كمان بنلاحظ انه عند استهداف بالسوشيال ميديا اي حساب هو ممكن ما يجي مسجات على مثلا فرضنا الفيسبوك، ممكن يجي على التليجرام. يمكن صارت معنا نحن انه صار في من قبل زميلتنا اختراقات، صار يجينا من ارقام غريبه على التليجرام وعلى الواتساب. صحيح. خلينا نعرف شو السبب ووقت نتعرض لمثل هيك قصه او من رقم غريب او هيك شو نعمل نحن؟ اهم شيء لما يجيني شيء ما بعرفه ما استعمله، يعني مثلا بس احيانا بمهنيتك او عندك مهنه انت لازم. رجعنا لاول نقطه انه انا اليوم بسبب مهنيتي بيجيني رقم غريب فيه رابط انه والله هذا مثلا حلقه ما بعرف اشياء او طب اذا هكر له الفيسبوك او انستغرام او هاي كيف عرف رقم التليجرام او واتساب؟ كيف هو اللي بتصير كالتالي، غالبا لما بيكون في اختراقات من خلال الاشياء اللي فيها ريجستريشن بين كود مثل ارقام موبايل والى اخره، تليجرام واتساب الى اخره، هذول غالبا اللي بيكون انه اوريدي الرقم معروف لدى اشخاص معينين بنمبر بوك معين. يعني مثلا بيجي انا بكتب على الجوجل مثلا دكتور ما بعرف مين كذا، بيطلع لي رقم عيادته موبايله مدري، باخذ رقم الموبايل ببلش بقى انا بحطه واتساب، كيفك دكتور بدي استشيرك بما بعرف صوره عاملها لمثلا ما بعرف شيء طبي الى اخر تحليل معين كذا، بس اذا شوف لي يا الله يخليك الدكتور مهنيته شو حيساوي، شوف رقم غريب مريض حيفتح الصوره هون اكل الضرب الدكتور، فاتت فيه عند الانجلز وبلشت بموبايل والى اخره. هلا مشان نحن ما نكون عم نكون حياء يعني ماشيين بالنص صح، الاندرويد معرض اكثر بكثير من الاي او اس بهذا الموضوع. ابل بالسيستم تبع الاوبريشن سيستم تبع الاوبريتنج سيستم تبع عامله نوع من انواع السكيورتي، مشان هيك بيقولوا لك هو كلوزد سورس، يعني عمليا بتلاحظي المرونه بالابلكيشنز بالايفون اقل من الاندرويد. فهو شوي السكيورتي فيه اعلى لانه عنده اشياء صعب اختراقها بالانجن تبع اللي بشغل، خلينا نقول الكور تبع الاوبريتنج سيستم عن الاندرويد. بس كمان عم يتم اختراقه كثير يعني، وبالاونه الاخيره شفنا اكثر من حدا كان كثير منزل انه عن الاي دي تبعهم، يمكن هي تم الاختراق لها وكل شيء على الموبايل صار موجود عندهم، يعني حتى صار انه الصور الشات اللي بينهم وبين اصدقائهم. صح تمام. هو اهم شيء الحقيقه بالسكيورتي بتبلش القصه من السكيورتي الفيزيائيه، يعني تمام اكثر شيء في سكيورتي انه بسكر حالي الباب وما بكون معي موبايلات، ما حدا بيقدر يخترق شيء، وبلش من هون بطلع شوي شوي درجات. ولكن مثلا انا لما بجي بحط معلومات على الفيسبوك وبعملها كثير بابليك تمام، فانا صرت معرض حالي لاعطي داتا لعالم بدها تخترقني اكثر من غيري. مثال انا مثلا بحط على الفيسبوك شو عم بعمل اكتيفيتيز، بفتح نوع من انواع وخاصه حسابي بابليك بفتح نوع من انواع الداتا اللي ممكن حدا يحلل هاي الداتا ويعرف شيء عن شخصيتي يقدر من خلاله يخترقني بشخصيتي. يعني هاي صارت القصة ما بعد الاي تي، هي آلية التعامل، لانه اللي هاكرز ما بيكونوا بس القصة انه بس اي تي، يعني هي القصة ما انا بس اي تي. دائما لاحظي اللي بيكون بيقول لك كيف اخترق حسابك، والله مثلا اذا مثلا بكثير بيجي مثلا حدا والله اخترقوا لي حسابك، كيف اخترق حسابك؟ ما بعرف حدا حاكاني كان عنده مشكلة ما بعرف شو، قام انا رديت عليه بعدها لقيت فجأة صار يقولوا لي انه حسابك مخترق. فهي القصة دائما العلاقة اكثر بالتواصل الغير صحيح والغير مدروس والغير يعني مع عالم غريبة. طب بنعرف نحن اول ما يصير اختراق لأمن المعلومات تبعنا كيف بنقدر نعرف؟ ممكن يكون هذا الاختراق يكون مستمر ولسه نحن ما عرفنا انه تهكر موبايلنا او ما صحيح. تهكر حساباتنا على الانستغرام فيسبوك او غيره. هلا شوفي كل شيء من جديد مثل السوشيالز الجديده والايميلز وهيك
صار لما حدا يعمل لوج ان على حسابي بيبعث لنا مسج بيجيك نوتيفيكيشن انه انا دير بالك في لوج ان من على حساب على حسابك من مكان ثاني، الاي بي تبعه هيك، اللوكيشن تبعه هيك، ما بعرف شيء. بس المشكله كمان نحن قله الثقافه تبعنا بالتعامل مع السوشيال ميديا والانترنت، ما بنفتح ايميلنا بشكل دائم. يعني في كثير عالم بالشهرين مره بتفتح ايميلنا، فبتجي النوتيفيكيشن انه في حدا فات على الحساب، هو ما انتبه انه اجت النوتيفيكيشن، وذاك صار عم قاعد معه على الشاشه عم يشوف كل شيء عم يصير، فبتصير. فشوي بدنا نكون حذرين بهذا الموضوع. نعم دكتور عمار، دائما لما اي حدا بيتعرض لاختراقات او بحس حاله انه عن جد هو تهكر الموبايلز او المعلومات اللي عنده، بيروح عند حدا مختص، لوين اول شيء لازم يتجه؟ وحتى بهي النقطه عن جد في عالم يمكن بلا ضمير باستغلاليه بتاخذ كثير مصاري، وممكن هي تساهم اكثر بانه هي المعلومات تنتشر بشكل بشع، يتهكر الحساب بشكل بشع. اول شيء نحن شو الخطوه الاولى اللي لازم نعملها؟ مين الاختصاصيين يلي لازم هن يكونوا ثقه عن جد انه نحن نامن لهم، نعطيهم كل شيء بخصنا من الباسورد من ايميلاتنا لحتى نسترجع اي حساب ولحتى نخلص من الهاكرز؟ هو الحياة في شق فني وفي شق إداري. خلينا الشق الفني بالموضوع إنه أنا أهم شيء لما يصير معك عملية راسل نفس الجهة صاحبة البرمجية أو البلاتفورم المنصة، مثلاً فيسبوك، فأنا براسل فيسبوك، فوت على فيسبوك بقول لهم أنا فلان صار معي اختراقات فلانية، فأنا عاملين لك هيك شيء بروسيجر، بقول لهم بيطلبوا داتا مني مثلاً، بيطلبوا صورة الهوية كل مرة شكل حسب الآلية اللي معرف عليها السكيورتي. فمثلاً فيسبوك بجوز يقول لك انه مثلا قلي لي بوست تعمل، او مثلا بطلع لك صوره انت منزلتيها من زمان قديم، اعمل مثلا انه ريكوجنيشن لفلان وفلان وفلان، مين هدول من الفريندز تبعولك مثلا، بتقلي له اعمل ما بعرف اشياء، بتقلي له ممكن هيك يطرح صور مثلاً. ممكن هي الفيسبوك بيعملها كشيء اجرائي. فالافضل منش ليش قلت هالمثال؟ لانه الافضل هي الموضوع الاختصاصيين هن ما حيقدروا يرجعوا يهكروا الحساب ويرجعوا، هن عمليا حيكونوا عم يتعاملوا مع المنصه نفسها، بيفهموا كيف بتفكر اداره المنصه ليرجعوا الحساب. فهي افضل شيء يتواصل مع المنصه نفسها. يعني انا راح حسابي تبع الانستا او الفيسبوك او ما بعرف اشياء، انا ما كثير خبره بالسوشيالز يعني، فبدي راسل المنصه نفسها اقول لهم شو صاير معي، هن بيمشوني بتراك لانه اغلبيتهم صاروا عاملين شيء اوتوماتيك برجع. هلا الشيء الاداري طبعا في جرائم المعلوماتيه تحت وزاره الداخليه امن الجنائي، اداره الجرائم المعلوماتيه هي بتوجه لها من خلال القنوات الرسميه، هن عندهم اليات وعندهم ضابطين وعندهم مختبرات قدرانين يوصلوا للعالم اللي عم تستعمل الحساب ويتعاملوا، خاصه اذا في شيء مسيء ممكن انا تكون القصه تتحول لدعوه جنائيه، والا اذا تقدم شكوى يعني بيقدروا يامنوا شكوى. هو هذا شق اداري للتعاطي مع الموضوع، خلينا نقول بطريقه قضائيه. وفي الشق الفني انه انا اتواصل مع اداره السوشيالز ورجع الحسابات. طيب ممكن الايميل هو اللي يتعرض لل كمان نفس العملية، كمان نفس العملية بيقدر نحن نحكي مع حاكي المنصة ذات. صحيح، أنا مثلا عندي هوت ميل جيميل ما بعرف شو، بدخل عليه بقول له إنه فورجيت مثلا أو صار عندي مشكلة باسورد لأنه كذا، بيمشيني هو خطوة بخطوة بيرجع لي إياها. فغالبا لما بعرف إيميلز أو بعرف سوشيالز يفضل حط كذا ألترناتيف، يعني مثلا أنت لما بتعملي جيميل جديد بقول لك عندك ألترناتيف إيميل، بتقول له إيميلي تبع الهوت ميل مثلا. فبيصير لما بيصير عندك اشكاليه بتواصل معه بيقول لك حبعت لك كريدنشلز جديده على الايميل القديم، تمام. فمستحيل يكون اللي فات اخترق اخذ كل الحسابات الا اذا انا عامل الباسورد مثلا من 1 ل 6 لكل شيء بالحياه، هون صار في مشكله. دكتور عمار، يمكن نحن بنفكر انه السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي هي الاكثر اختراقا، ولكن نحن ما بنعرف انه هو في بحر من الاختراقات، وخاصه للمؤسسات، وخاصه يمكن للبنوك، لناس كثير او لعمل مؤسسات كثير مهمه. خلينا نحكي عن اختراق امن المعلومات لدى المؤسسات، كيف بتم عمليه الاختراقات وليش؟ ومثلا نحن خلينا نحكي كنحن كتلفزيون نحن معرضين لاختراقات وتعرضنا في السابق لاختراقات كثيره، نحن كمان بحاجه انه نفتح كثير من اللينكات والمعلومات ممكن تكون هكر، نعرض السيرفر عنا ل انه يتهكر. صحيح، هو اذا بدنا نحكي نبلش فيها وحده داتا كلها 100% هي وحده نبلش فيها.
غالبا لما بيصير في بلش من مواقع الجهات ان كانت مؤسسات ولا شركات المواقع الالكترونيه ومن الدخول الى شبكتها الداخليه او الى اخره. غالبا اللي بيصير لما انا بجي بدي اعمل موقع الكتروني بروح باخذ شيء جاهز كقوالب وبرمجيات. مثلا انا موقع مثلا فرضنا اخباري بروح بجيب منصه اسمها ووردبريس بركبها. هي عمليا بتدير لي عن موقع اخباري. فغالبا شو اللي بيصير كونه بتصير هي مكرره كثير على العالم بصير في مجموعه اشخاص بيروحوا بيدرسوا هي البرمجيه وكيف الاليه الصغيرات الموجوده فيها. ففتحت انا موقع اخباري مثلا ورحت حطيت الووردبريس تبعي والواني وما بعرف اشياء وكذا واللوجو تبعي وصرت نزل اخبار. هون صرت معرض حالي انه اي حدا لقى ثغره بهالبرمجيه اللي هي مستعمله كقالب لي يقدر يفوق يعمل اختراق لموقع. فغالبا اللي بيساوي انه انا ضل عم تابع الجهات الكوميونتي خلينا نسميه اللي عم يطوروا هالبرمجيه لانه عم يكتشفوا الثغرات لطورها عندي، والا اي ثغره حتضل موجوده وما حتتغطى. هلا البرمجيات اللي منشأة من الصفر هي اقل تعرضا لهالموضوع لانه بده يكون الشخص مستهدف هيدا البرمجيه حصرا ومستهدفني حصرا ويقعد يدرسها على وقت طويل ليعرف الثغرات ويقدر يدخل علي. فبتكون عاده اخف. منلاحظ لما نكون في شركات كثير ضخمه ما بتستعمل قوالب جاهزه وبرمجيات جاهزه لمواقعها، بينما بتبني من الصفر الاشياء كلياتها او بتجيب شيء كثير ادفانس، بتجيب شيء كثير متقدم مدروس صح ما انا مجاني على الانترنت. يعني احنا بنتمنى انه كل الاشخاص تاخذ هاي المعلومات وتحمي حالها، تقدر انه هي كثير تكون منتبعة كل لينك وكل موضوع ممكن انه يكون مرسل لها عن طريق اشخاص بتعرفهم او ما بتعرفهم. شكرا كثير لك دكتور عمار للمعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا دكتور مهندس عمار دلول، شكرا كثير لك على المعلومات اللي قدمت لنا اياها ويعطيك الف عافيه. ودائما نحن اكيد فخورين بوجود اشخاص عندهم هي المعرفه وهذا العمل مثل حضرتك. شكرا كثير لك. اما هلا ميسان خلينا ننتقل الى حلب حيث افتتحت فعاليه بازار ومعرض بصمه المراه المنتجه السادس بمشاركه 87 سيده. خلينا نتابع التقرير بالماده التاليه مع مراسلنا بحلب انس رمضان. بمشاركه 87 امراه منتجه وسيده اعمال افتتحت فعاليه بازار ومعرض بصمه المراه المنتجه السادس. ضم المعرض منتجات المرأة الحلبية في مجالات صناعة الألبسة الجاهزة والأعمال اليدوية من مطرزات مشغولة بخيوط صوفية وقطنية وأكسسوارات الزينة وأعمال نحاسية وفضة وأنواع المأكولات والحلويات والأدوات المنزلية المصنوعة من السيراميك والنحاسيات والمشغولات الخشبية اليدوية. مشاركتنا بالمعرض دائما بنحافظ على المنتج الوطني بجودة عالية، نحن بنعتمد على البروكار الحلبي المتميزين فيه وعلى المنتجات اللي بتعتمد على القطن السوري المطلوب بكذا بلد بالعالم، حتى بظروفنا الحرب هلا ببلد جوار دائما عم بطلبوه. مشارك المعرض مميز انه بشهر اذار شهر الاعياد والربيع، الحمد لله الاقبال جيد بالنسبه لاول ثاني يوم الحمد لله، وان شاء الله بصير احسن ان شاء الله يا رب. المشاركه اللي مشاركه فيها كل اشغال يدويه ان كان صوف وان كان مفارش، بس كله طبعا شغل يدوي ما داخل فيه اي اله، وشميع وكاسات يعني للمناسبات للحفلات للغرف صفراء طاولات هيك شيء، يعني كله اشغال يدويه وشغل اهل البيت. الشغل اليدوي دائما بياخذ وقت وجهد كثير كبير بقى حسب هو كل نوعيه شغل، يعني هون بياخذ يعني مده منيحه كل قطعه، يعني بتاخذ ممكن اسبوع ممكن اكثر تجهيزها ولوقت اللي تطلع بالنهايه. اختصرت مشاركتنا على الاكسسوارات هاند ميد واكسسوارات جاهزه. نحن كسيدات عم نحاول دائما انه يكون في عنا شيء مبتكر وجديد، بالنهايه نحن قادرين انه نخلق افكار جديده بمجتمع نقدر نعمل فيه اثر ايجابي وهذا الشيء المهم كثير. هلا حاليا انا عم بشتغل بهوايتي اللي هي كانت تجميع الصبار، جمعتها على مدار 7 سنين، بعدين فكرت انه انا ليش ما بقدر اشتغل وافيد العالم اكثر. حاولت انه يكونوا اسعاري مناسبه للسوق لانه بالنهايه اي شيء عم يكون غالي العالم عم تستغليه وفعلا حرام، نحن حبينا انه تكون القطعه مميزه وطالعه بطريقه جديده. ساهم هذا البازار في ابراز ابداعات المراه السوريه العامله وتشجيعها على الانتاج بما يسهم في تحقيق مردود مناسب يعين عائلتها واولادها.
نحن بنشوف دائما ميسان بالحميات الغذائيه بيقولوا لنا بعدوا عن السكر، خففوا سكر، السكر هو سام للجسم. نحن اليوم رح نحكي اكثر عن الحميات الغذائيه اللي بتعتمد بشكل رئيسي على الامتناع عن السكر وعن النشويات ايضا، لكن الجسم بشكل عام هو بيطلب لهي السكريات من اجل يمكن الطاقه او لانه اوريدي هو متعود انه يدخل ماده السكر على الجسم. كيف فينا نحن نحمي اجسامنا ويبطل يطلب جسمنا سكر بشكل كتير كبير، ما يسبب لنا نوع من الضغط النفسي او يسبب لنا نوع من التعب الجسدي نتيجة نقص السكر بالجسم؟ رح نحكي اكثر كيف فينا نوازن جسمنا بعيدا عن السكر مع الاخصائية التغذية ريما العقاد. صباح الخير ريما. صباح النور. صباحك ريما. ريما، يعني كتير من العالم بيحاولوا انه هنا يوقفوا السكر وبيقولوا خلص اخذنا قرار يلا اليوم نحن بدنا نوقف سكر، بعد يومين تلاقيهم تعبوا عصبوا لا عبالي قطعة شوكولا عبالي اكل اي شيء فيه حلو. الى اي حد السكر هو بشكل عام حالة ادمانية؟ هلا اول شيء بس بدنا نتفق عليه انه هو كلمة السكر ما بترتبط فقط بالسكر الابيض المكرر. نظامنا الغذائي بيحتوي على كثير من الاطعمة اللي فيها سكر مثل النشويات، الخضار، الفواكه، الحبوب، الحليب، هي جميعها بتحتوي على السكر. فالاشخاص اللي بيقولوا انا قاطع السكر بس فعليا عم ياخذوا فواكه وحليب بنظامهم فهنا ما بيكونوا يمكن عم يتعقون. يمكن قاطعين السكر المكرر، السكر المضاف تماما. يلي يضاف الى الحلويات ويضاف الى المشروبات، هيك تماما. يمكن الناس بتاخذها بهذا المنحى انه قطعنا هذا السكر. تمام. يعني بشكل عام انا يعني بنصح الاشخاص انه دائما نحن نبتعد عن السكر المكرر فعليا، مو عن السكر الموجود بالنشويات، لان النشويات هي مصدر الطاقه الاساسيه اللي الجسم بحاجه لها، غنيه بالفيتامينات، غنيه بالمعادن اللي نحن بحاجه لها، بينما السكر المكرر بيعتبر من السعرات الحراريه الفارغه اللي ما بتعطي اي قيمه غذائيه للجسم والجسم ما له بحاجه لها لحتى ينمو ويتطور. نعم. ريما خلينا نحكي اكثر، يمكن ذكرنا انه نحن بناكل بحياتنا اليوميه الفواكه وال يعني كثير من الشغلات نحن ما بنعرف انه هي مؤذيه، لما اي حدا فينا بده يعمل دايت او نظام غذائي صحي بعيد عن السكر، عن شو لازم يبتعد؟ هلا اهم شيء نحن مثل ما حكيت اول يعني نحن اوكي نحن مثلا نسكافيه شاي اي شيء نحن بنوقف حط السكر فيه، هل هذا الشيء بيكفي ولا لا لازم نخفف مثلا الفواكه الخضره فواكه او اي نوع من المعجنات والنشويات؟ تمام. هلا اذا نحن عم نفكر بنزول وزن فهو الموضوع كله عبارة عن سعرات حرارية عم تفوت للجسم، سعرات حرارية نحن عم نحرقها. بينما إذا بدنا نحكي على صحة الجسم فأنا بنصح إنه نحن نتجنب السكريات المضافة يلي بتكون محطوطة بالعصائر، بالمشروبات الغازية، لأن هي اللي بتسبب لنا أضرار بالإضافة لزيادة بالوزن. يعني كنت عم تقولي إنه بشكل عام هي السكر المضاف هو مادة فارغة ما لها أي أثر إيجابي على صحتنا. طيب نحن وقت بدنا ناخذ نحكي عن أضرار السكر بشكل عام على جسمنا وعلى صحتنا، هلا اول شيء ممكن يسببه زياده بتناول السكريات، وهون حابه ركز على موضوع السكر الابيض او السكريات المضافه وليس السكر الموجود بالاطعمه اللي نحن جسمنا بحاجه لها. اول شيء ممكن يسببه هو زياده وزن، فمثلا لما نحن كثير بناخذ شاي محلى او عصائر فهي السوائل كثير غنيه بسكر الفركتوز، والنسبة العالية منها ممكن تأثر على هرمون اللبتين يلي هو الشبع بالجسم، فهيك بتأثر عنا تنظيم الشبع بالجسم. وغير انه نحن لما بناخذ هي السوائل بكميات كثير كبيره ما حتحسسنا بالامتلاء لوقت طويل او بالشبع لوقت طويل مثل اذا عم ناكل اطعمه صلبه، فبالتالي حناكل اكثر وحيسبب زياده وزن اكثر. ثاني ضرر ممكن تسببه هي امراض القلب والسكري، بس كمان حابه ركز على موضوع انه السكر ما هو السبب الرئيسي وراء مرض السكري، في اسباب ثانيه كثير، ولكن لما نحن بناخذ السكر بكميه كثير كبيره مثل ما حكينا حيؤدي للسمنه، حتزيد عنا الالتهابات بالجسم، حيزيد من الشحوم الثلاثيه بالجسم، حيرتفع الضغط، وكل هي العوامل ممكن تزيد عنا خطر الاصابه بامراض القلب والسكري.
نفس الشيء ممكن تسبب امراض السرطان، ولكن مثل ما قلنا الكميات الكبيره حتزيد الالتهابات، حتوطى مناعه الجسم، وبالتالي نحن معرضين اكثر لبعض انواع السرطانات تتعرض لها. يمكن وقت بناكل سكر بشكل كثير كبير بتزيد نسبه الشحوم بالجسم، وهي الشحوم هي يلي بتكون صعب حرقها، وهي يلي بتتموضع باماكن كثير صعب انها تروح، ان كان بمنطقه البطن وغيرها. طيب وقت ياخذ الواحد قرار انه هو يوقف السكر، قديش بده وقت لحتى يتعود جسمه على، نرجع من معيد انه السكر المضاف والسكر المكرر، قديش بده وقت لحتى جسمه يتعود، قديش بده من الوقت ايضا لحتى اذا حابب انه ينزل وزنه يبلش يتجاوب بجسمه بالنزول؟ هلا اول شيء نحن اي عادات بسيطه بنعملها بنظامنا الغذائي ولو بنعمل فرق كثير بسيط حنبلش نلاقي الفرق على الجسم. بس نحن لحتى نتخلص من الادمان على السكر بدنا اقل شيء 21 يوم، يعني 3 اسابيع تقريبا. طب بال 21 يوم كيف فينا ننقذ حالنا من انه نحن بدنا سكر؟ تمام. هلا اول شيء انا دائما بنصح الاشخاص انه وقت انتم بدكم تقطعوا السكر ابدا لا تفكروا تقطعوه بطريقه مفاجئه للجسم، نقطعه بطريقه تدريجيه، لانه لما نحن بنقطع السكر بطريقه مفاجئه اول شيء الجسم حيروح له لاطعمه ثانيه، رح يروح لاطعمه ثانيه مثل الدهون المشبعه مثل الملح، وهي كلها بتعرضنا لخطر اصابه كمان بامراض قلب وشرايين، نعمل صدمه لجسمنا. تمام. فلازم نقطع تدريجيا، يعني مثلا اذا كنا نحن بناخذ 3 معالق سكر صغار بالشاي او بالقهوه نعملهم معلقتين، فهذا يكون انجاز كثير كبير، بعد وقت بنعملهم معلقه ونص تدريجيا لحتى نقطعه كليا. ثاني نصيحه بنصحهم اياها على طول انه دخلوا الفواكه بنظامكم اليومي، سواء الفواكه الفريش او الفواكه المجففه. بس كمان ننتبه انه الفواكه المجففه احيانا بتحطوا لها سكريات مضافه، بيحطوا لها سكريات مضافه لحتى يزيدوا من صلاحيتها، فكمان بدنا نعتدل بتناول الفواكه المجففه. كمان اذا كنا نحن من الاشخاص المتعودين على طول انه ندخن السوائل مع وجبة الأكل مثلا العصير الكولا، حاول نستبدلهم بالمي المنكهة بالفواكه أو بالمي الغازية. كمان وقت ما نعمل طبخات وصفات نحاول نستبدل السكر الموجود بالوصفة مثلا بالقرفة بالفانيلا بالكاكاو بالفواكه بالعصير الطبيعي، هيك لاتا بتساعدنا أنه نحن نخفف من السكر الأبيض بأكلنا. وكتير ننتبه لموضوع الصلصات، يعني أنا ما بنصح الأشخاص أنه يشتروا صلصات من برا، لان اغلبها بتكون غنيه كثير بالسكر، فانا افضل نحن نحضر الصلصات بالبيت سواء صلصات للسلطه او بالطبخ نحضرها بالبيت. يعني السكر موجود بالكاتشب مثلا بالمايونيز، في يعني كثير من الشغلات موجود فيها، في كثير من الاطعمه. ريما خلينا نحكي، يمكن يعني صرنا فتره نحن عم نحكي عن مضار السكر، شفنا بكورونا بيقولوا وقفوا سكر، بعيد الشر عن قلب الكل، امراض السرطان بعده عن السكر، مرض السكر القلب وإلى ما هنالك. يوم السكر هو عن جد هو سم للجسم، ولكن كثير من الأشخاص بيقولوا لا أنا عم باخذ سكر البني أو هو بيكون أخف، أو عم باخذ السكرين. اليوم خلينا نحكي عن هي البدائل يلي هي يمكن جديدة على حياتنا. طبعا. خلينا نحكي هل هي عن جد نفس الضرر بتسبب؟ هلا موضوع السكر البني ما بيختلف عن السكر الابيض. اللي بيختلف عنه انه هن السكر البني بضيفوا له زياده دبس، فلهيك نحن بنفكر انه السكر البني هو سكر منيح للأحسن صحي اكثر. تمام. ولك سعرات حراريه ما بيفرق. السكريات الاصطناعيه اللي بيستعملوها ممكن بتفيد، يعني انه مثلا لمرضى السكري مشان ما يصير عندهم ارتفاع عالي بسكر الدم، بس انا كمان ما بنصح انه نحن نستمر عليها، نعتدل بتناولها اذا حابين نحن ناخذها، بس نحاول قد ما فينا نقطع السكر بالتدريج من نظامنا بدل ما نعوضه بالسكريات الاصطناعيه. هن نفسهم السكريات الاصطناعيه، السكريين بيقولوا انه هو يعني لازم حتى لمرضى السكري ياخذوا وحده او تنتين باليوم فقط. لا نحن بنشوفهم عم يكبسوا بقلب فنجان الشاي او القهوه. تمام. كثير من القطع من السكريين، فهي هي السكريات الاصطناعيه كلياتها انا بنصح انه نحن نعتدل فيها، ومثل ما قلت لك انه نتجنب السكر العادي، نعود حالنا على انه نحن نخفف السكر بنظامنا احسن ما نروح للبدائل يلي ما حتعطينا الفائده لبعدين.
طيب ريما، بشكل عام بحياتنا اليومية بكل موضوع معين من غذائنا، يعني مثلا بروتين لازم ناخذ هالقد، نشويات هالقد، سكريات هالقد، قديش بشكل يومي لازم تكون في بجسمنا بنقدر انه نحن نتناول مادة السكر، ولكن رح نقول عنها كسكر طبيعي. تمام. هلا كسكر طبيعي بتختلف احتياجات كل شخص حسب عمره، حسب نشاطه الرياضي، كنشويات عم بحكي انا اذا نحن قديش بحاجه لنشويات بتختلف حسب مع فواكه كمان. تمام. النشويات، الفواكه، الحليب، هي كلياتها بتختلف كميتها حسب كل شخص، حسب نشاطه، حسب عمره، حسب طوله، حسب وزنه. بينما السكريات المضافه انا بفضل انه نحن ما نعتبرها من احتياجاتنا اليوميه، لانه مثل ما قلت لك ما بتعطينا اي قيمه غذائيه للجسم، والجسم ما له بحاجه لها. ولكن منظمة الجمعية الأمريكية للقلب سمحت بكمية لا تتجاوز 6 معالق صغار من السكر المضاف يوميا للنساء و9 معالق صغار يوميا للرجال. السكر بضر النساء أكثر من الرجال؟ لا، بس الكمية المسموحة للنساء أقل من الكمية المسموحة للرجال. أوكي. بشكل عام كان نحن معرضين للسمنة أكثر. تماما. رح نرجع لموضوعنا، بس بدي بارك لكل السوريين وللشباب، لكم مبسوطين، اجت منحة 50,000 للعاملين، صح؟ عم يخبروني الشباب، مبروك المنحة، مبروك علينا وعليكم، يعني صح ارتفع البنزين والغاز ولكن اجت منحة. متابعين اكيد اللي عم نحكي بموضوعنا، مبروك المنحه. شكرا، بارك فيك. يعني عم نتابع بموضوع السكر، ولكن نحن دائما لما بنشتري اي منتج نحن يمكن ما بنطلع على المحتوى قد ايه بيحتوي، بنقول يلا سمعت انه قليل سكر، يلا ما فيه مواد حافظه كثير، يلا ما بيضر. نحن قديش لازم او شو هي الخطوات اللي نحن كيف يكون عندنا علم انه هي قد ايه فيها سكر مسموح انه ناخذها ولا لا، وقد ايه فيها سعرات حراريه مسموح انه ناخذها ولا لا، شو هي المواد اللي لازم عن جد ننهيها من حياتنا؟ تمام. هلا اول شيء للاسف كثير من الشركات عم تحط على المنتج بانه هو مثلا صحي او خالي من السكر، ولكن اذا نحن بنقرا بالمكونات تبع المنتج منلاقي انه في اسماء سكريات من الا السكريات المخفيه، مثلا بنقرا على المكونات اسم سكر بني، عسل، سكر الدكستروز، سكر الشعير، شراب ذره عالي الفركتوز، دبس السكر، هي كلياتها اسماء بديله للسكر، نحن لازم ننتبه لهذا المنتج، فاذا حاطين خالي السكر وفي هدول المكونات هو فعليا ما له خالي السكر. ما له خالي السكر. تمام. وقديش لازم يكون نسبه السكر مسموحه اذا ولابد فيه؟ هلا مثل ما قلت لك نحن كل ما خففنا كل ما احسن، يعني تقريبا مثلا الحد الوسطي قد ايه؟ هلا مثل ما قلت لك ما نتجاوز كنهار ولا كمنتج، كمنتج انه ما يتجاوز الخمسة جرام بالحصه. اوكي. يعني كمان في فرق بيكونوا بين مكتوب اذا عليه اذا لايت للمنتج او اذا دايت، كمان في بيقولوا انه فرق انه شيء دسم وشيء سكريات، كمان هذا كيف الواحد بيقدر يميز بيناتهم؟ وكمان موضوع البيبسي دايت، انه والله انا عامل رجيم بس باخذ وحده 7 دايت بيبسي دايت، يعني ما بتاثر. طيب هي قديش كمان ممكن تكون تحوي على سكر كمان سيء للجسم؟ هلا اذا بدنا نحكي عن الدايت بيبسي او ال7 اب دايت، هي كسعرات حراريه فعلا خاليه من السعرات الحراريه، ولكن فيها سكر الاسبرتام يلي هو السكر الاصطناعي مثل السكرين وهدول السكريات الاصطناعيه، كسعرات حراريه هي فعلا ما فيها سعرات حراريه، ولكن كصحه للجسم انا فضلت لها تاثيرات سلبيه. أكيد. كمان لان اللي بصير انه انت لسانك عم بحس بطعمه الحلو بس ما عم توصل المسج للدماغ انه عم يدخل سكر للجسم، يعني الانسولين عم ينفرز عندك بس ما في سكر فعلي بقلب الدم، كمان هذا بيعمل خلل يمكن بعمل البنكرياس، مشاكل كثير لبعدين. تمام. يعني اي شيء لازم نبتعد عنه من المحليات الصناعيه. انا دائما نصيحتي للكل انه السكر موجود بكل شيء حوالينا، بكل الاكل اللي حوالينا، فانا بقول لهم لا تقطعوا السكر كل يوم ولكن اعتدلوا فيه قد ما فيكم، حاولوا خففوا قد ما فيكم، حاولوا عودوا حالكم عادات صحيه جديده، لا دائما تحاربوا الجسم وتقولوا انا ما بدي، لان هذا الشيء حيعمل رد عكسي وحتصيروا تشتهوا بكميات اكبر. طيب نحن ريما كيف فينا نتخلص من ادمان السكر؟ يعني في كثير اشخاص مثلا انه انا حدا من الاشخاص على الفطور عندي الشاي لازم تكون كثير فيها سكر، وباقي الوقت ما عندي مشكله، بس انه لا في عادات نحن اصلا ما بعرف ليش
مقتنعين فيها انه هي ما بتطلع اللبنه طيبه او من مكدوس مثلا طيب بلا سكر. هلا مثل ما خبرتك نحن نقطع الشغله تدريجيا، يعني ابدا ما نفكر انه حنقطعها كليا من نظامنا الغذائي لان هذا الشيء ما حيفيدنا. يعني نحن هاي المعلومات بنتمنى انه الكل ياخذها ليا بعين الاعتبار، كلياتنا لازم نجرب ونحاول انه نحن نتخلص مو بس من السكر، من كل المواد اللي ممكن انه ناكلها ونكون تكون كثير مضره على جسمنا، ان كان بحجم يمكن الاشخاص ليا بيحبوا ياكلوا النشويات بكميه كثير كبيره، كل شيء بيصير فيه زياده بانه نتناوله بطريقه عشوائيه وعبثيه. فشكرا كثير لك ريما على المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا لك. شكرا لك ريما العقاد اخصائيه التغذيه، شكرا كثير لك. مهلا مشاهدينا، فصار الوقت لحتى ننتقل الى غرفه الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات على الساحه السياسيه مع زميلتنا لور خدور. صباح الخير يا لور. صباح الخير ليا. موجز لاخر الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعرب قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي عن تمنيته بالشفاء العاجل للسيد الرئيس بشار الأسد من الإصابة بفيروس كورونا. وقال علي أكبر ولاية مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية إن الرئيس الأسد زعيم قوي وشجاع، ولعب دورا قيما ومهما للغاية في الحفاظ على استقلال سوريا من خلال مقاومته كل الهجمات والمؤامرات خلال السنوات الماضية من الحرب غير المتكررة كافئة المفروضة من قبل مجرمين دوليين وإقليميين على سوريا. أكد نائب وزير الخارجية والمقتربين الدكتور بشار الجعفري أنه منذ بداية عام 2011 تورطت العديد من الدول الأوروبية والغربية بالأزمة في سوريا عبر إرسال عشرات الآلاف من الإرهابيين الذين يستهدفون الدولة السورية وشعبها، مشددا على أن سوريا عازمة على القضاء على كل بقايا الإرهاب ووضع نهاية لظاهرة الإرهابيين الأجانب عابري الحدود. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن سوريا صمدت في وجه الإرهاب الدولي الذي استهدفها وحققت انتصارات على التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي أرهبت المواطنين السوريين وارتكبت جرائم لا توصف بحق المدنيين. وقال نيبنزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أنه رغم الهجوم الإرهابي غير المسبوق صمدت الدولة السورية وتمكنت بدعم حاسم من روسيا من سحق العمود الفقري لتنظيم داعش الإرهابي ووضع حد لبؤر الإرهاب الأخرى على أراضيها. أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بوجود مخاوف جدية بشأن سلوكيات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مخاوف ستولتنبرغ عرضها أمام نواب البرلمان الأوروبي مؤكدا أن هناك خلافات جدية حول بعض القضايا التي تتراوح من شرق المتوسط إلى المسائل المرتبطة بالحقوق الديمقراطية في النظام التركي. وصلنا لختام الموجز، عودة إليك ليا. شكرا كثير لك لور. وهلا اكيد طبعاً بصباحنا لليوم ومن موجز الاخبار لوين نروح ميسان؟ رح نروح على السويدة، يعني بمشاركه واسعه بين المجتمع الاهلي بحديقه الشهيد العميد الركن نضال معزه نعيم. صار في حمله تنظيف، هي الحمله هي تجهيز رح تكون لانطلاق مهرجان ريف سوريا امل سوريا رح يصير بشهر تموز القادم بالسويدة. ليا رح نشوف حمله التنظيف مع زميلنا بالتعاون بين مؤسسات الدولة في السويداء وبمشاركة المجتمع المحلي، انطلقت في حديقة الشهيد العميد الركن نضال معزة نعيم حملة تنظيف وتجهيز لانطلاق مهرجان ريف سوريا أمل سوريا في شهر تموز القادم. كل الإدارات الدولة في الجمهورية العربية السورية في محافظة السويداء تحت رعاية رفيقنا أمين الفرع والسيد المحافظ، كلنا نعمل يد بيد للقيام بأول تجربة لمهرجان ريف سوريا أمل سوريا. مهرجان ريف سوريا أمل سوريا سيكون خلال شهر كامل من 1/7
الى 30/7/2021 كل سيده تنتج منتجات يدويه ان كان اطعمه وان كان حياكه وان كان اي شيء تنتجه السيدات وخاصه زوجات الشهداء عائلات الشهداء سنقوم بعرضه وبيعه هنا. كل انسان لديه منتج زراعي سنعرضه ونبيعه هنا. كل انسان عنده منتج فكري وثقافي سنعرضه ونقدمه للجمهور هنا. هنا نبض محافظه السويداء، هنا نبض سوريا العقليه والذهنيه المنتجه. سنعيد صور أبطال الإنتاج إلى محافظتنا وإلى وطننا. إحنا بحديقة الفيحاء رح يكون هذا المهرجان على مستوى سوريا ورح يكون الأول بسويدا يعني. وكجمعية نحن جمعية رايات الشهداء مقدمين الصاج ومن أعمالنا من صنع أمهات الشهداء. اليوم من حديقة الفيحاء بمحافظة السويداء للانطلاق لمهرجان ريف سوريا أمل سوريا. هلق نحن مشاركتي أنا أنسة فاتن المغربي بكلية فنون الجميلة الثاني بالسويداء قسم التصميم للجرافيكي والمالتي ميديا. كلفت بتصميم شعار لهذا الملتقى ولهذا المهرجان لهذا المهرجان وبيسعدنا هذا التعاون. كل عمر مجتمع السويداء حضاري ورقي وهذا هو مجتمعنا اللي عم يسعى للنظافة للترتيبات لمحاربة الخارج. مهرجان ريف سوريا أمل سوريا هو أول تجربة في محافظة السويداء حيث سيتم خلاله عرض كافة المنتجات الزراعية والغذائية والنسيجية واليدوية والثقافية وغير ذلك بهدف إعادة إحياء تلك المنتجات وتشجيعها في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع. من السويداء للإخبارية السورية شام حمدان. هلا خلينا نروح لفاصل ونروح بعدها لفقرتنا يلي بتخص الأطفال. ومتابعينا اكيد بصباحنا وخلينا ننتقل الى فقره التربيه وخاصه تربيه الاطفال. رح نحكي اليوم بمواضيع كيف اساسيات التربيه الصحيحه وكيف نبتعد انه نحن ندمر طفلنا بلا ما نحس وخاصه بالكلمات يلي بنعطيها. رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع معنا الاستاذه نغم تربي اختصاص رياض اطفال. صباح الخير نغم. اهلا وسهلا. اهلا يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني في كثير كلمات منقولها بنحكيها مع اولادنا بشكل يومي بلا ما نحس ونحن مفكرين انه هي كلمات عاديه وعابره وما بنعرف انه لها كثير اثر سلبي وممكن انه هي تكون مدمره بلحظه من اللحظات لبناء وتكوين شخصيه اطفالنا. شو هي ابرز هي العبارات السلبيه اللي ممكن فعلا هي تنحكى باللاوعي عن طريق الام او الاب؟ هلا نحن عم نعيش بمجتمع مثل باقي المجتمعات، في عنف لفظي، في عنف لغوي، والاشياء اللي نحن الاخطاء اللي عم نرتكبها بحق اطفالنا هي كثير من الامور، مثل مثلا انا ما بحبك، روح ما تحاكيني. بين الاطفال ممكن اللي بيضربك اضربه، ودائما الاهالي بقووا اطفالهم على بعضهم. الاطفال لما بيجي الطفل من المدرسه مثلا او من الروضه حدا ضاربه، فنحن كيف عم نعالج الموضوع؟ بانه ما بنعرف شو القصة اللي صايرة او شو الموضوع او شو الامور اللي عم بتصير معه، فورا انه انت انضربت اللي بيضربك اضربه. فهي الامور كثير عم بتاثر على نفسيه الاطفال، عم بتقويهم على بعضهم، عم بتسبب كثير عنف. وبنرجع للموضوع المهم، لانه نحن دائما بنقول انه الطفل عم يطلع من بيئه من الاسره، وهي الاسره لازم تربي بطريقه صحيحه. فهون انا لما الام عم بتعامل الطفل باسلوب خاطئ، عم تحكي بطريقه هي ما بتكون عم تشعر انه هذا الكلام عم بياثر على نفسيته، وخصوصا مثل ما حكيت انه انا ما بحبك، روح انه بدل ما اقول له انا
فيه انا انه انا بعاقب السلوك الخطا اللي قام فيه، ما بيجي لمشاعره مثلا للاشياء اللي بتاثر على نفسيته. فانا لما بقول له انا بحبك لكن انت اخطات، فهون في فرق بين انه هذا السلوك ايجابي، انه انا عم بجي لعنده عم بقول له اوكي انه انا ما بحبك لكن انت اخطات، فهون الطفل بيشعر بالامان وبنفس الوقت بيشعر بالخطا اللي قام فيه. نغم خلينا نحكي ايضا بعيدا عن الكلمات، كمان في سلوك قاتل بالتربية هو المقارنة بين الأخوات طبعا. بين القرايبين وبين الرفقات وبين يمكن الجيران. دائما بنلاقي الأم عم تقارن ولكن ردة فعل الطفل هي بتكون عكسية. إذا قالت له ليك أخوك جاب مثلا هالقد علامة منيحة، أنت ليه ما عم تجيب علامة منيحة؟ بصير بيجاكر وبيجيب علامة مو منيحة. تمام، خلينا نحكي عن هذا الأسلوب الخاطئ جدا بالتربية. اللي بدي أنا ضوي عليه كثير للأهالي إنه الأطفال عندهم فروق فردية بيناتهم، يعني في هذا مستوى بيختلف عن هذا المستوى، مو بالضرورة كل أطفال يكونوا متميزين، كل حدا من الأطفال متميز بأشياء معينة. يعني أنا ممكن بالعائلة يكون في عندي طبيب، في عندي مثلا شخص عم يشتغل بالعقارات، لكن ما بقول أنا عن الطبيب وأنت ناجح أنت المميز أنت اللي هيك، لا، أنا هي الحياة، هيك الحياة، كل حدا ناجح بمجال معين. فأنا مو معناتها أنه أنا ما بشجع ابني على الدراسة، لا، بس أنا هون عم راعي مستوى أنه هو ناجح بهذا المجال، ما عليه، طالما هو ناجح بحياته بمجال معين فهو أكيد رح يكون ناجح. مو ضرورة نكون كلنا أطباء، كلنا مهندسين، كلنا معلمين مثلا، لا، ما عليه، خلينا نحن نشجع الطفل بالميول اللي له. لا، كل حدا فينا عنده موهبة، بجوز الرسم، بجوز الغناء، بجوز هو بعيد كل البعد عن الدراسه، ولكن طمع. الدراسه هي ضروريه تكون بالحياه. اكيد نحن ننمي المواهب تبعت الطفل. الام ومعرفه الام بالتربيه الصحيحه كيف هي تكتشف مواهب ابنها وايضا تنمي له اياها، هي ما عقوبه اذا هو تعلم الرسم. اكيد أو اكيد اكيد بالحكس. في كثير اطباء عندها ميول معينه، مشاركه مثلا بفرق للرقص الشعبي، كثير في عندنا مثلا مهندسين بتعزف، يعني هي ابدا ما لازم دائما نحن اي طفل ننمي له هي المواهب، دائما نشجعه موجوده طبعا عنده. اكيد، وحتى كثير من الاهالي بتبتعد عن انه انا ما بدي خلص انه صار مدرسه ما بدي انا انمي له هي الموهبه، خليه يلتزم بدراسته يكمل هي الامور. لا، كثير غلط، انا برتب اموره، برتب وقته، بخليه عليه بيروح على معهد الموسيقى، ممكن يكون مسجل نادي تنس، كره قدم، فهي الامور بتشجع الطفل على الدراسه وبنفس الوقت بتنمي له مواهب. نعم، ان كان المقارنة أو إن كان العبارات السلبية أو إن كان سلوكنا نحن مع أطفالنا بحال كنا مضغوطين، نحن بنشوف هلأ الأهل كتير مضغوطين نفسياً، الأم مثلاً ما أنا ملحقة شغل حياتها اليومية، بدها ترجع على البيت، بدها تطبخ، بدها كذا، وين بتفش كل هذا الضغط بالأطفال؟ هذا الشيء قديش ممكن كمان يكون له تأثيره السلبي على سلوك الطفل فيما بعد، لأنه هو يمكن هذا الضغط اللي عم يفرغوه الأهل فيه هو كمان ممكن عم يفرغوه برفقاته. تماما، دائما نحن بنحكي انه الاطفال هي مسؤوليتنا لنا، يعني حتى لو الام مثلا عم بتعاني من ضغوط، هي عم تشتغل، في عندها كثير مشاكل، لكن الطفل مو ذنبه بهذا الموضوع، يعني دائما بحكي انه هذا الطفل مسؤوليه الام، هي اللي لازم تعطيه وقت كافي، لانه دائما الطفل ما بده، هو بده وقت اساسي له، فنحن هون ضروري كثير انه نحن نعطيه وقتنا، نعطيه اهتمام، بغض النظر عن الظروف اللي عم نعيش فيها، اي حدا فينا عم بيعيش بظروف، اذا كل حدا بده دائما يعني انه انا ظروفي سيئه، انا مو قادر ربي ابني، معناتها ما ابدا ما بنتجاوب مع الطفل وما بنربيه بطريقه صحيحه. يمكن وقت نوعي اكثر ما هو وقت كمي، يعني تماما يعني انا اعرف ايمت وجه سلوك ابني، مو بالضروره انا ضلني طول الوقت معه قاعده لحتى هيك اعمل هيك لا تعمل، لانه دائما كثر الملاحظات للطفل عم تعطي رد عكسي له. فنحن اللي بدنا نعمله انه نحن دائما نختار اوقات مناسبه له، نختار سلوكيات، نختار شو هي السلوكيات اللي لازم نوجهها، مو كل شيء يلا يلا يلا، كمان كثير الزن على الطفل عم بتاثر عليه بشكل سلبي. نغم دائما نحن بالمراحل الاولى من حياه الطفل وقت بيدخل الى الروضه او اذا بيدخل الى الصف الاول الى الابتدائيه، دائما نحن بنرك عليه بالمعلومات وبنصير يمكن نطلق عبارات هي جارحة
الفرحه للطفل. اليوم نحن قديش مهم انه نحن مو بس طفلنا الاول نعطيه الجزء الكبير من وقتنا واهتمامنا وتعليمنا ايضا. طبعا جميع الاولاد بالتساوي، كيف نحن فينا ناسس طفل داخل الى جو تعليمي، كيف يمسك القلم، كيف الاحرف يتعلمها، كيف نحن ما نشلشه يمكن للولد او نهمله ببدايه حياته يعني نقضيها لعب وغناج وبس يدخل على المدرسه بدنا نكون صارمين وبده يطلع الاول فورا. هيك برأي الاهالي كثير بنلاحظ هذا الموضوع، وخصوصا بالحضانه لما بيدخل وبينتقل للتحضيري، فهون نحن بنلاحظ كثير من الامهات انه بيدخل الطفل اول شهر بتجي الام لعنا ابني ما عم يعرف يقرا. اوكي يعني اكيد هو باول شهر، لا باول شهر ولا بالثاني، بالفصل الثاني ببلش الطفل يهجي الاحرف الكلمات. اللي لازم نعرفه انه الطفل يعني عنده قدره معينه للاستيعاب، انا بعطيه كم من المعلومات مثلا، لكن انا بدي اعطيها بمحبه. كل شيء بصير فرض على الطفل بصير في شيء عكسي، يعني ما بيتقبل هذا الموضوع. انا لما بجي لطفل انه يلا نقله على اللوح كذا، طيب ما انا اساسا ما معطي الاحرف، انا لما بدي بلش اعطي الطفل بعطيه بالتدريج، يعني بعطي احرف بهجي الكلمات مثلا، بعدين بنتقل للجمل، جمله مؤلفه من كلمتين من ثلاث كلمات، هيك شوي شوي الطفل بصير يعرف. بيقولوا الاب لازم يعلم الاولاد، هو يمكن احسن ما الام تعلمه، دائما الطفل لانه الطفل بيطمع بامه، فالاب بيكون شوي حازم او قاسي يعني على الاطفال، فهون بخاف الولد. انا يعني بدي ابتعد عن موضوع الخوف عند الأطفال، يعني أنا لما بدي أجي أدرس ابني بدرسه بمحبة لحتى يستوعب. كثير من الأطفال لهلق لهذا الوقت كبرت وبعدها لما بتدخل على الامتحان بتخاف بتتوتر، لأنه كمان في عنا من المعلمات عم يستخدموا كلمات عم بتأثر على الأطفال، كلمات كثير عم تتعب لهم نفسيتهم. يعني أنا لما بيدخلوا المراقبين ببلش الولد إنه بلا صوت يلا رايحة المس وجاية المراقبين اللي على الأطفال، فهذا الشيء عم بيوترهم. إنه عندي أطفال مثلا تراجعوا بالفصل الأول، بتجي المس إنه أنت تراجعت فلان صار أحسن منك، طب أوكي مو هيك توزيع العلامات علينا كمان قد ايه مهينة كتير كتير، فمو هيك الموضوع. أنا لما بدي ما بجي ولد على حساب ولد، لا أوكي بجي لعند الولد بجيبه لعندي بفهمه بعرفه أنه أنت بعرف شو الأسباب اللي خلته تتراجع، بس ما بخلي حدا على حساب حدا. هذا الموضوع كتير غلط يعني. يعني في لازم يكون تكامل بين المعلمين والمعلمات والأهل بالبيت لحتى يقدروا يمكن يسيطروا على موضوع التحفيز الإيجابي للطفل بعمر الصغير لحتى يمكن هو يقدر يستمر ويكمل بالمدرسة. نحن هون بتلاقي انه ناكد يمكن الاهل بيعصبوا من الام بتعصب من المدرسة والانسة بترد. هذا الغلط، فلهذا السبب نحن دائما بنخبر الاهالي يتواصلوا مع المدرسة دائما يعرفوا شو هي الامور، شو هو التقصير عند الاطفال، شو نقاط الضعف عندهم. يعني انا ما بجي لاخر الفصل مثلا بتفاجأ بعلامات ابني، هذا غلط الاهل. انا لما في مذاكرة اولى في مذاكرة ثانية انا دائما بدي انا زيارات دورية للمدرسة لحتى أعرف، مشان ما يصير في أساسا لا الإدارة ولا المس بالمدرسة هي دخلها. هذا الطفل مسؤوليتي لإلي، هذا ابني لإلي، يعني مو بجي لأنا الجلاء هدول العلامات إنه أنا مو المس حاطتهم من عندها، هذا الطفل هو مجهود الطفل. فأنا لحتى أتفادى هاي الأمور بتابع ابني بزوره بالمدرسة، بعرف شو هي نقاط الضعف عنده لحتى نستمر بطريقة إيجابية بيننا وبين الطفل والمدرسة. نعم نغم، خلينا نرجع ونحكي يمكن عن ابرز العبارات والتصرفات الخاطئه والتنمر على الطفل من قبل امه او من قبل الاهل بالبيت او من قبل اخواته، رح يصير رده فعل على هذا الشيء. خلينا نحكي طبعًا عن ابرز السلوك يلي بتصيبه للطفل، رح يصير عنيد ورح يصير يمكن يجاكر الطرف المقابل له. خلينا نحكي عن هذا السلوك، وهذا السلوك ايمت بصير حاله مرضيه لازم نروح الى اخصائيين، وكيف نحن كاهل فينا نستوعبه ببادئ الامر ونروحه لهذا. طيب هلا نحن بدنا نحكي عن الاخطاء اللي بنبلش فيها، انه نحن لما بيكون اكثر من طفل موجود عندي بالبيت
الوقت. اللي عم بيصير انه الكبير انه انا بسلم المهمه للكبير انه انت شوف اخواتك. طب اوكي مو غلط، بس انا ما علم ابني انه انت تتنمر على اخواتك. انا بخليه انه هو يتابع امور اخواته، يعلمهم مثلا بطريقه صحيحه، لكن يبتعد عن الضرب. كثير بلاحظ انه في اخوات كبار انا بمون عليك انا لازم اضربك، فهي الامور كثير غلط، بتسبب رده فعل عكسيه للطفل، بتخليه يصير عدواني، ممكن يلجا لنوبات الغضب، ممكن الصراخ يلي ما بيسكت منها لحتى ياخذ الاشياء اللي بده اياها. هاي الموضوع يعني بيرجع انه السبب هي الكبار، السلوكيات الخاطئه اللي عم يتبعوها، وكثير امور المقولات الخاطئه اللي نحن دائما بنوجهها لاطفالنا وبنلاحظها كثير بيناتنا. انه ابني انا اول ما بدي يدخل للروضه اول شيء بخبره اياه انه انت يلي بيضربك اضربه، فهون انا هي المشكله سبه. تماما هي المشكله كثير عم عاني منها عندي بالروضه، انه انا لما الاولاد بيصير في مشكله بيناتهم بيضربوا بعضهم، بيجوا الاهالي انه ابني ضربه، انه اوكي يعني ضربوا بعضهم، ليه ما ضربته؟ انه ضربته، انه بس تعرف الام انه انت ضربته اي بنشكر الله ضربه اخذ، انه يعني هي الامور كثير غلط. بدل ما انا قوي الطفل على رفيقه بقوي شخصيه الطفل، بعلمه يدافع عن نفسه بطريقه، يعني انا لا بقرب على حدا ولا بخلي حدا يضربني، بمنعه يضربني بس ما بضربه. يعني انا بعلم اكثر الاشياء اللي بيختلفوا عليها الاطفال عندي مثلا انه انا بدي القلم، انا بدي اكل التفاحه، ما لي تطعميني بسكوته، انه هي الامور يعني امور بسيطه وعادي بتصير بين الاطفال، ما في داعي نحن نكبر الموضوع ونخلي الاطفال يضربوا بعضهم لهذا السبب، بنعلمهم على العنف على العدوانيه وبتكبر معهم. يعني الطفل لما بيكبر بصير بيستخدم هذا الاسلوب وبيلاقيه هو الانسب له، هو المستحب عند الكبار، يعني نحن انه بيلجا للضرب، ما في اسلوب، ما استخدم العقل يعني باي بحل اي مشكله. يمكن لانه هو عم يشوف هذا الشيء منعكس هو برايه انه هو رضا امه وابوه، فمعناته انه خلص يعني حل المشكله. نغمنا نشكرك للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا كثير لك، ونتمنى انه كل الاهل يكونوا عم يستمعوا لهي النصائح ليا بحياتنا اليوميه، وكثير نكون كثير نكون حذرين بالتعامل مع اطفالنا. شكرا لك. اوكي شكرا. شكرا كثير لك. ولهون مشاهدينا بنكون وصلنا لنهايه مشوارنا الصباحي، بدي اتمنى لكم نهاركم هيك يكون حلو يا رب، انتبهوا كثير منيح على حالكم، احموا حالكم لانه الكورونا صارت يعني منتشره بشكل كثير كبير. وبدنا نتشكر اكيد مطعم بيرلنت يلي نحن عم نطل منه عليكم كل يوم الصبح. نهاركم سعيد، انتبهوا على حالكم، نهارك حلو يا نهارك ميسا. سعيد ليا، ان شاء الله النهار يحملكم كل الخير يا رب والمحبه، تبقوا بالف خير، بنلتقى بكره بحلقه جديده. باي باي. باي باي.